يا جماعي شيء هول العقل شيء متنا حنا وحنا جالسين لا لبيت ولا سبيت مقدم اللي 20 سنة على أرض ولا هذه ولا هذيك الناس تناكخ تناكخ عليا هذه لي وهذه مهلي وموقفتنا المواطنين حالتنا حالي شيبان وغداننا سبروا وصاروا رجال وحنا حتى الأرض ما هي عندنا كيف يصير الوضع هذا كيف 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 الناس تاخذ من الأراضي وتوزع وحنا نكهكس لنا جدي وجد جدي بهذا بهالديري ولا اليرض نبني عليها بيت وين أنهج وين أجلي أنهج يم المريخ يقولون بولوا حياي أنا أستاجر بالمريخ ولا أخذ الأرض أقدم على المريخ وأنا من أهل الدير اللي 60 سنة وأنا بهذا 60 سنة وأنا بهذا أرض لا بيت ولا سبيت من إيجار اللي جار عقودي ملن السيارة كل يوم عقد نهطه ولا يقطع رأس الرجل